سلاش ديت 29 عام ما درت والو في حياتي. انا بديت كفنان ديال السيرك، قريت في ليكول ديال السيرك اللي كاينه في سلا شمسي. ابريم بعد ما تخرجت كفنان سيرك خديت واحد الوقيته اللي بديت كنصاوب فيها الفيديوهات، وهاد الفيديوهات كانت واحد الهوايه عندي قبل نحترف في السيرك. مع الوقت صوبت واحد الكونسيبت سميتو اجي تفهم، اللي الحمد لله دار البوز وبقيت كنطور فيه. فلقيت راسي كاين دي كوموند عند الناس بغاو بحال داك المحتوى اللي كندير ديال اجي تفهم، شركات خاصه الى غير ذلك. بشوي بشوي تاسوسيت مع جوج اصدقاء ديالي وصنعنا شركه اللي حاليا مختصه في صناعه لي زانيماسيون، لانهم بعد طورنا ولينا كنصوبوا الرسوم المتحركه. وحاليا يلا تعرض المسلسل ديالي في القناه الاولى سميتو حكايه وعبر، سيروا تفرجوا فيه. اللقب جاي من حركه ديال السيرك واللي هي كتطلع واحد فوق راسك فوق ظهرك، واللي عنده واحد المعنى، عنده نطق اجنبي ولكن عنده معنى مغربي امازيغي محض، لان هذه الحركه مغربيه 100%. كان واحد الفراغ في الساحه الاعلاميه، ما كانش واحد المحتوى كيشرح موضوع تفاصيل من الجدر. كان الموضوع ديك الوقيته ديال طوندونس هو داعش، ما كنتش فاهم، كانوا مغاربه في الشمال سيرتو كيمشيو لداعش، فكنقول علاش كل اللي عنده الحق. فحاولت نفهم الفيلم كامل وشرحته بالطريقه اللي فهمت بعض الاسلوب بسيط ودار البيز عجب الناس. غنكون فنان سيرك، كنخدم بزاف، كنجلس وكنخدم بزاف، وخا الفكره صغيره كنامن باي فكره، ماشي كلشي افكار زوينين، بقات في الانجاز ديالها وفي لا رياليزاسيون ديالها، والفرق اللي كيكون هو في الخدمه. سيدنا موسى لان القصه ديالو انسبيراتني بزاف. علاش؟ لانه انا في واحد الوقيته ديال 29 عام ما درت والو في حياتي. القصه ديال سيدنا موسى عجبتني لانه واحد الوقيته هو ملي خرج من مصر بقى تزواج وكذا، واحد المده طويله ديال سنوات 14 عام ما دار والو. فهذيك 14 عام ابري من بعد جاو يقلب تاريخ البشريه. فهذه القصه انسبيراتني لانه كتقول ديما باقي الحال، خاص غير تخدم. انجازات البروجيات اللي مازال ما درتش، والاحلام ديالي اولادي طبعا وشخص اخر ما يعرف راسو. ما عمرش شي حاجه في المهنه ديالي صعوبات، لاني كنستمتع بداكشي اللي كندير وكنشوفو تحديات. الانسبيراسيون هي انك تجرب تعيش ظروف خارج على المألوف ديالك، وتجرب تلاقى بناس ما موالفش تلاقى بهم في لونتوراج ديالك، يعني تعيش احداث وتلاقى بناس جداد. عد زعما كمل، لانه انا بالتجربه ديالي اللي انا نصح راسي دابا، التجربه ديالي دما عديتي بشي حاجه واخا ما تيقينش فيها الناس الاخرين، وكنتي انت تيق فيها وتيق فيها، ملي كتكون تيق فيها راك تيق فيها، غير كمل. هادشي اللي كنقول لراسي والحمد لله كيصدق هادشي. كاين جانب سلبي وجانب ايجابي، ولكن في العموم خاصنا نردوا البال من التطور التكنولوجي، لانه ما بقاتش لنا واحد الفتره ديال راسنا، ولينا دائما كونيكتي، دائما خاصين كنتسناو ابروفينا شي واحد يقول لنا راه عندكم، دائما حنا ما نقدروش نعيشوا في وحده بوحدنا. غادي الامور كتطور دابا احسن، لانه حتى داك صناعه المحتوى العلمي وكذا ولاو بنادم كيمشي للدقه في المعلومه، يعني ولا خاص صانع المحتوى العادي خاصو لابد يخدم مع لي زيكسبير. وسلوكا عندي لأنني كنعتبر راسي فنان، ما كنعتبرش راسي واحد كيدير البحث ولا صحفي، انا كنعتبر فكنخدم مع لي زيكسبير، وهذوك لي زيكسبير كيعطيوك معلومه سور، لانه المشاهدين ولاو كيكونوا اكزيجون في المصادر، وما يمكنش انا ماشي حريفي في شي دومين ننقز عليه. الحالة اللي كاينة جديدة هو كاين واحد التوجيه بحال قلتي كيوجه الناس على الثراء ماشي على النجاح. الفكرة ديال التوجيه اعتقد خاصها تمشي فكرة تحقيق الذات كإنسان، ماشي فكرة تحقيق المادة، علما أنه المادة مهمة جدا. بالنسبة لي الفلوس هما واحد العامل، من غير أنهم كيهزوك من العامل الفقر وأنك تهنم المأساة ياك وتحاول تكون مرتاح، كيعاونوك أنك تكون حر الفلوس اللي عندك، ولكن ماشي على حساب شخصيتك وعلى حساب تحقيق الذات ديالك. هانتر اكس هانتر واحد الوحش سميتو مريم، الشخصيه ديالو كيفاش تبدلت من ديك الوحوش هي الانسانيه فقط لانه فهم البشر كيفاش كيفكر، زعما مذهله في هذاك الكتابه ديال السيناريو.